هذا رايح طبعا من اشتغل انا من تلفزيون دبي في كرياتيف ديبارتمنت، وصار لي خبره 10 سنوات في مجال اللي هو الانيميشن والموشن جرافيك. حاليا انا في اخر يوم في تخرجي في كارتون نتورك. كنت ادور عن مكان، طبعا انا كنت اخطط اني ادرس برا البلاد بالانيميشن، فبعد ما كنت ادور في النتورك وها فحصلت ان تدريب 2424 كان في اشياء مراحل لازم تتعلمها، اللي هي كوره يعني تنقز الكوره، او مثلا البندلم اللي هي تتحرك الكوره، كلها عباره عن كوره نلعب فيها، قلنا ها شو بنستفيد منها. بعد مرور وقت 3 أشهر كانت هاي اهم الاشياء اللي فادتنا بالانيميشن. الناس اللي يحبون ان ياخذون مرحله الانيميشن بجديه ان ياخذون يجون هذا الكورس، لانه هو بيعلمهم الاشياء اللي تاهلهم انهم يسوون الانيميشن. المشروع اللي نحن نشتغل عنه عباره عن جمل بيبيع بيتزا، فيحاول يوصل بيتزا لكبار السن. اللي خططت انا في المستقبل ان شاء الله اني ابدا اسوي رسوم متحركه اللي هي فيها الدراما،